السلام عليكم ورحمة الله. ماذا لو بدأت المعارضة مسار التوافق والإصلاح بنفسها؟ ماذا لو استيقظت من سباتها وتجاوزت خلافاتها وانقساماتها الداخلية كما تساءل أحد قادتها قبل يومين؟ لما لا تدخل الكتل المعارضة الأبرز المنتدى المعاهدة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية في جلسات تشاور وحوار لأجل التوافق على رؤية سياسية موحدة بدل هذا التباين في الرؤى والمواقف الذي نشاهده هذه الأيام؟ ما خلفية غضب الرئيس مسعود من الأغلبية والمنتدى على حد سواء؟ وما الذي يريده الرجل تحديدا؟ وما مستقبل الحوار السياسي بعد إلغاء لقاء بين الطرفين كان قد دعا له الأمين العام للرئاسة قبل أيام؟ ضيفنا اليوم الكاتب الصحفي محمد حمود البكار. أستاذ محمد حمود، أهلا وسهلا بك في برنامج المشهد. في البداية، ما رأيك فيما طرحه الأمين التنفيذي للمنتدى سيد محمد الولال قبل أيام من ضرورة عقد لقاءات بين أقطاب المعارضة الموريتانية، المنتدى والمعاهدة ومؤسسة المعارضة؟ وهل ترى هذا الأمر ضروري؟ المعارضة الآن تحتاج إلى رؤية موحدة، أم أنك ترى أنه لا توجد حاجة لهذا طالما أن المعارضة بشكل عام في خططها العريضة متفقة على رؤية عامة لأوضاع البلد؟ أعتقد أن هذه الدعوة محلها، لأن حاليا المعارضة بحاجة لتوحيد صفوف، توحيد صفوف أيضا في إطار رؤية موحدة، لأن مسألة الحوار الناس تتعامل معه وكأنه مسألة سياسية وكأنه مجرد لعبة سياسية تكتيك وكذا، تخضع للمد والجزر وكأنه نوع من الضغوط على النظام أو نوع من الضغوط، وهذا غير صحيح. احنا نعم. وضعية سياسية من فترة، احنا في هذه الوضعية السياسية من التسعينات، من أول انتخابات رئاسية خلقت في موريتانيا، احنا عندنا هذا النوع من المد والجزر بين المعارضة وبين النظام، وعندنا دعوات والحاجة إلى حوار. ومن ذيك الساعة إلى اليوم قلبنا نعدل حوار جدي ولا حوار حقيقي ولا نعم. حوار خارج عن 2005 اللي توحد الطيف السياسي حول مبادئ عامة وأهداف عامة وخلق نوع من التوافق السياسي، خارج عن ذيك المرحلة الذكية ما خلق حوار جدي. اليوم اللي احنا بصدده نعم. أستاذ محمد حمود، اسمح لي أن نأخذ فاصل حتى لدينا خلل فني كما يبدو في صوتكم. برأيك المعارضة الآن تحتاج إلى كما قال السيد محمد البلاح، تحتاج إلى رؤية موحدة، تحتاج إلى أن تتفق، لكن ألا تتوافق أحزاب المعارضة الآن على تشخيص الرؤية القضية الأوضاع السياسية العامة في البلد؟ ألا تتفق على الموقف من النظام السياسي؟ ألا تتفق على ضرورة الحوار وأهميته؟ ألا يشكل هذا بمجمله رؤية موحدة؟ وبالتالي من الطبيعي ألا تتوافق كل أحزاب وكتل المعارضة على كل تفاصيل وجزئيات، وبالتالي كأن في هذه الدعوة للحوار بين أطياف وأحزاب المعارضة يعني مستوى من إضعاف الموقف التفاوضي بين قوسين للمعارضة. هل ترى أن هذا الطرح صحيح؟ لا، هو هذه رؤية والله المنطلق اللي انطلق منه الوزير محمد فاروق البلال هو رؤية واضحة، لأن حالا المعارضة مشتتة، وإن كانت متوافقة على خطوط عريضة وعامة إلا أنها مشتتة في هذه المواقف وفي هذه الخطوط، وغلبها تنتج مخرجات موحدة، وتغلبها تنتج رؤية موحدة للحوار وآليته. هم قد يتفقوا بعض من التفاصيل، وقد يتفقوا بعض من الجزئيات، وبعض من النقاط اللي يطرحوه، وبعضها قد يطرحوه كنوع من التكتيك السياسي، يا غير حقيقة وحكما فمن نقاط جوهرية هم متفقين عليها. إلا أنه في هذه الحالة اللي هي الوضعية الحالية اللي المعارضة مقسمة، والمعارضة ما هي منسجمة في الجدية تجاه الحوار، بعضها تحليل ويريد الحوار، بعضها لا يريد الحوار، لكن ما يقدر يواجه الرأي العام ويقول أنا لا أريد الحوار. يعني يقبل الحوار من أجل التكتيك فقط. يقبل الحوار ويطرح مجموعة من النقاط اللي غير مقبولة داخل الحوار، إياك أن يتم عرقلة الحوار أو رفض الحوار، وبالتالي يرتفض الحوار وتجي رقبته هو دون النعود، هو والمسؤول مسؤولية مباشرة أمام الرأي العام عن مسألة الحوار. وهذا طرف هو طرف الغوي، هو الطرف القوي والمتمسك بجزء كبير من خيوط اللعبة في المنتدى، وهو هو اللي طارح مشكلة حاليا، هو اللي طارح أيضا مجموعة من المتاريس أمام الحوار،
وطارح شروط، وبالتالي هاي الوضعية جعلت المنتدى نفسه يفكر فعلا أنه يحاول الأطراف الأخرى أنه يخرج من مأزقه هو الداخلي، وفي مأزق داخلي. هذا المأزق الداخلي لأنه فيها أطراف تريد الحوار وفيها أطراف لا تريد الحوار، وهذا هو وبالتالي لكنهم حريصين أنهم يتموا مستمرين وتو ماشيين، لكن بسمح لي تو ماشيين وهما عندهم هذا الوضعيه وهذا التناقض الكبير، يعني هذه المشكله الحقيقيه. وبالتالي طرح والبلال مخرج للمعارضه اللي حاليا متفكه حول هذه مساله الحوار، اللي هي كامله ما في حد منها ما يوقف ويقول انا مع الحوار وانا اريد الحوار، في نفس الوقت اللي هي تطرح مجموعه من الشروط ومجموعه من العقبات ومجموعه من العراقيل امام الحوار، وهذا لا يستقيم. وبالتالي انا فاهمهم ذا الفهم اللي هو معناها صيحه في هذه الوضعيه اللي هي وضعيه مقلقه، ما هي ولا قاعده تعطي نتيجه حقيقيه، ولا قاعده تخلي الحوار يتقدم، ولا هي قاعده تخلي الامور تتقدم في الاتجاه الصحيح. اذا بهذا المعنى المشكله في داخل المنتدى نفسه وليست في، وعلى كل حال هذا ليس ما طرحه البلال، بل طرح حوار بين الكتل الابرز، المعاهده من جهه ومؤسسه المعارضه الديمقراطيه كمؤسسه دستوريه واحزاب المنتدى. هي هو خلق كتلتين، هو خلق كتلتين اساسا كبارتهم هم الكتل السياسيه الكبيره، ومؤسسه المعارضه من هذه الكتل، من داخل هذه الكتل، جزء من هذه الكتل. هو باعتبار الاطراف احنا اللي لا نتحاور عليه اليوم شنو هو؟ هو المشكله ما هي بين، هو مشكله الحوار، هو اللي بعد قاع فهم الحوار والمقاربه اللي طارحين هم للحوار شنو هو، اللي طارح المعاهده للحوار شنو. ايوه منين يعود؟ الأطراف كاملة تعتبر أن احنا عندنا مشكلة عميقة تتعلق بمستقبل البلد اللي هو موريتاني، وتتعلق بفاعلية المؤسسات الدستورية والسياسية داخل البلد، وتتعلق بمستقبل البلد والمسار نفسه. منين يعود؟ هذا هو المشكل المطروح، معناها أنه يا الله ينحل في إطار حوار، ولا يلا يعود أكبر منه شروط باللي هو المريود حل المشاكل العميقة اللي عندها تأثير كبير على البلد. منين يعود؟ اللي الحوار هو نفسه هو الهدف، ما هو الهدف ما وراء الحوار، ولا هو الهدف ما بعد الحوار، الحوار هو اللي هدف، معناها ان قبل هذا الهدف نطرح مجموعه من الاشتراطات اللي وصل اليها. على كل حال المعارضه تقول على كل حال ان هذه ممهدات وليست شروط، وان هذه الممهدات هي كانها ارضيه تهيئ الاجواء العامه وتصلح الارضيه حتى تكون جاهزه لحوار، لانه لا يمكن ان يطلق حوار سياسي في اجواء من غياب النيات الحسنه كما يقال هذا غير صحيح. هو الناس الحوار يخلق بين الناس متحاربه وعندها سجون فيما بعد، ولكن تاتي مراحل تمهيديه في هذا الحوار. المراحل التمهيديه وكل طرف يقبل الحوار فقط، يقبل مبدا الحوار، وتطرح المشاكل داخل هذا الحوار فقط. ما في ممهدات، ولا فيه كافي اعلان نوايا. سمى اعلان نوايا مبادره. اي معناها شنو هو؟ معناها انا على نيتي اني دور الحوار، وانت على نيتك انك دور الحوار، ونجتمعوا. لكن السلطات يمكن ان تقوم بمجموعه من الاجراءات لتهيئه الاجواء، لا يمكن ان يكون هناك حوار وفيه معتقلين سياسيين، لا يمكن ان يكون هناك حوار وفيه تحكم في الوظائف العامه وقوفها، ما في، لا يمكن ان يكون هناك حوار وفيه اجواء عامه في البلد لا تشي بان هناك حوار سياسي حقيقي. هذا على كل حال ما هذه منين تعود الوضعيه قائمه؟ منين تعود هذه الوضعيه قائمه؟ احنا ما ندور حوار، ندور لاش. ومنين تعود؟ لا، نحن نريد حوار لانه بمصلحه البلد. هو الحوار من اجل حالة وضعيه معينه، من اجل الخروج من ازمه الى وضع طبيعي. منين يعود الوضع اللي التلفزيون ما محتكر من طرف الرئيس؟ ولا هيش الأقمار الصناعية ليلتين ياكن الرئيس يقول في شيء من الكلام، مثلا خطابه هو الحامل والخطاب ولا خاص به هو. ومنين يعود الوظائف محتكرين هم يديروا فيهم الوظائف الفنية يديروا فيهم اللي يديروا فيهم؟ منين تعود الصفقات اللي لهم هم المشاركة لهم؟ منين يعود هذا هو تشخيص المعارضة على كل حال. إذا منين يعود هذا؟ وقع تشخيصنا كاملين. هذا هو تشخيصنا كامل الوضعية. غير هذه الوضعية اللي تقدر تنقلع لا في الحوار، ما تقدر تنقلع سابق الحوار، وطلب على انها تنقلع سابق الحوار لا معنى له، به اللي احنا اللي ندوره هذه الممارسات اللي عدل النظام ده هو نوثقه تخليه عنها. ما لا يدخل هو عنها طواعيا، نوثقه، يعود موثق في اتفاق مكتوب بين الاطراف وجهه رساله كامل.
إذا من يعود هذا ما هو جزء من الحوار، معناه أنه يلاوف الحوار الصبح قد يتخلى عنه. طيب نأتي إلى تصريحات الرئيس مسعود التي أطلقها قبل أيام، وهي تصريحات وصفت بأنها نارية تجاه الرئيس عبد العزيز وأغلبيته، وتجاه أيضا أحزاب المعارضة وتحديدا أحزاب المنتدى. برأيك لماذا، ما تفسيرك لأولا هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ ما الذي يريد أن يقوله الرئيس مسعود تحديدا؟ هو الرئيس مسعود لعب دور وسيط بين الأطراف وقدم مبادرة في إطار أن هذا الحوار هو يخلقه في إطار مقاربة واضحة. إحنا في وضعية سياسية وفي انسداد سياسي، أمامنا طريقين، واحدة حل الأمور عن طريق الحوار، واحدة ترك الأمور تمشي في اتجاه معين وتحل رأسها بانفجار بانقلاب بأي شيء سميه ما شئت، ولا في مخيار أخر. رئيس مسعود والمجموعة، مجموعة الأطر اللي معها والمعاهدة، هذا هو وجهة نظرهم، وجهة نظرهم للحل من خلال الحوار، ولهم عاطين فرصة للحلول الأخرى. هي المقاربة، وهذه المقاربة اللي أيضا ينظر لها بعض من المنتدى، ما هو المنتدى كامل، ينظر لها بعض من المنتدى. إذن لكن هذه المقاربة اللي هي اللي تشكل وجهة نظر أغلبية الطيف السياسي داخل البلد، ما يمكنها تجسد الأرض الواقع، لأن الأطراف متباعدة. الأطراف اللي هي الأطراف الأساسية في اللعبة، المنتدى من جهة والنظام من جهة، هذه الأطراف كلها يبحث عن محو آخر، يبحث عن محو الآخر، إلغاء محو، وبينهم نوع من التناقض ونوع من التعارض. وبالتالي كان لعب مسعود دور لأن هذه الأطراف اللي هي تتقارب وكلها يقبل بأنه يقيس لها. عندما يصبح هذا الحوار اللي هو مسألة معقولة ومسألة منطقية ومسألة مقبولة، وتعود الناس تتبادل فيها الأوراق، وهذا الشيء قال هلين عدل الحوار بين المنتدى والأغلبية ونتركه عن الطرف الآخر اللي هو طرف لعب دور المسهل، واللي هو اللي طرف لاعب، هو اللي حالا يقدر حتى نفهم من طرح هذا الطرح. ترى ان احزاب المعارضه الان موافقه، طرحوا اقصاء احزاب المعاهده، طرحوا لانهم في الصيغه اللي طرحوا جعلوا من المعاهده يجي مرحله ثانيه عندما يجتمعوا هم ويعدلوا اتفاق وشيء مبدئ يحل القضايا ويعود الحوار لينطلق، يستدعوا الاطراف بما فيها كلمه بما فيها المعاهده. هاي المساله الاولى. المساله الثانيه هو ان قالوا حوار وطني، معناها حوار بين جميع الأطراف. ثانيا احنا قدمنا رسالة والله رؤيتنا للحوار قدمناها للرئيس محمد عبد العزيز، وهم أيضا كانوا يالله يقدموها بواسطة يرسلوا رقاش، معناها هذا كونهم هم هاي الخصوصية وعد الوفد منهم، هم وفد من هذا الشيء وناقشوا الحوار وناقشوا الأطراف الأخرى. مني الأطراف الأخرى ما يجذب هذا الحوار. إذا أنت ترى أن الرئيس مسعود يقصد المنتدى تحديدا، وأن المنتدى هم الذين يقصد المنتدى ويقصد ردة فعل اللي عدل النظام واستعداده لهذا اللي عدل وفشل النظام. ماذا لا يعني هذه قضية، يعني قضية بين أحزاب المعارضة لا 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 لا, لا 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 النظام متبارك معي سير عملية حوار بين أطراف سياسية. ولا يسير، هو طرف فيها، هو طرف فيها. لا لا لكن هذا الطرف اللي هو الطريقة اللي عملية غير، هو طرف اللي متحاورة معه الناس، الأطراف متحاورة معه هو كطرف، احنا معارضة وهو طرف مغلبية متحاورين معه. الطريقة اللي استلم بها هذا ورد عليها هي نفس الطريقة اللي يجب انه يستلم بها هذا، ويعقب يعود اجتماع بين الأطراف الأخرى وتناقش على نفس الوسمه. منين يدخل النظام في العملية اللي هي؟ معناها هذا قصور من النظام وقصور من المنتدى وعدم فهم حقيقة هذا. ينقال حوار وطني بين الأطراف كاملة، الأطراف في البلد كاملة. نعم، بين طيف سياسي. كيف اسمح لي أن أخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله لمواصلة الحديث. مشاهدينا الكرام، نعود لك بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الحديث عن دعوات الإصلاح داخل أحزاب أو الحوار داخل أحزاب المعارضة في ضوء تصريحات الرئيس مسعود، فابقوا معنا. We'll be right back.
الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد في برنامج المشهد، وهذا الحديث عن تصريحات الرئيس مسعود. أستاذ محمد حمود، برأيك ألم يتوسط الرئيس مسعود بين أطراف الطيف السياسي، بين الأغلبية والمعارضة، في مرحلة من المراحل، ويأتي الآن ليعطي تصريحات على كل حال بين قوسين يقصف بها كلا الطرفين، هل هذا موقف سياسي معقول ومتماسك من رجل كمسعود ومن وسيط في هذا الحوار؟ هو مسعود وسيط وطرف، وسيط كمسهل بين أطراف متباعدة، هو حافظ على خيط يربطه بالأطراف كلها، لكنهم أي حوار لابد من مسهل ولابد من هذا النوع من الشخصيات. وطرف كطرف سياسي عنده حظه في الرأي العام الوطني، وعنده مجهوده، وبالتالي كطرف سياسي ما يقدر يقيم عن الحوار. حاليا اللي قال مسعود، واللي حتى اسمح لي ان اقاطعك، هو على كل حال لا اظن ان احد يطرح ان يغيب مسعود عن الحوار، وانما يبدو فيه مشكل في الترتيب. هل تاتي احزاب المعاهده مع احزاب المنتدى في وفد واحد او في سياق واحد، ام ياتوا لاحقا؟ وهذا على كل حال قضيه قد تكون شكليه. هو ما هو شكلي ولا جوهري، ولا عنده مثلا تاثير كبير ولا مهم للحوار. نعود ما هو مقصود مثلا أن نعود لا عبارة عن بعض من الترتيبات اللي فيها نواقص، يعني عبارة عن نواقص، خطأ فني ولا خطأ بروتوكولي ولا خطأ كذا، لأن سلموا رسالة بدلا من مشوار قاش واحد مشوا ويوفى ذاك إذا قاعد قد ينقبل. يا غير منين تقول لي هذا لا يعقد عليه جلسة مفاوضات وجلسة شيء وتحديد خطوط عريضة وبعد ذاك يستدعى الأطراف الأخرى؟ هذا يعود ما هو منطقي ولا هو مقبول. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، مسعود أعتقد إنه اللي قال ويجب أن يفهم في السياق أن هذا ما هو مقبول أنه يتم تجاوز المعاهدة في حوار هي طرف فيه، وهي مشاركة فيه مشاركة فعالة ومهمة تقصى فيه هذا الاقتصاد. وهذه المسألة الأولى. والخطأ مرتكبته المعاهدة غير مرتكبته الجهات اللي تسير الحوار داخل الدولة. تسييرها غير جيد ولا واضح، والرؤية فيها ما هي واضحة. لمين العام للرئاسة السيد مولاي محمد الأغلف رؤيته ما هي واضحة للحوار. كيف؟ ما عنده رؤية واضحة للحوار، ولا هو فاهم آلياته وكيف قام المنتدى. هو الحوار يلا ينفهم، لأنه هذا الحوار ده هو المخرج الوحيد للوضعية اللي فيها موريتانيا المأزق. أنا لم أفهم أن الأمين العام لا يفهم ما هي يعني دلائل على ذلك. لا ينفهم. هو الحوار المقصود بالحوار هون، لأن احنا متوافقين لأن فهم وضعية سياسية تستدعي لأنها تنحل وفي موريتانيا. وهذا الحل ده هو ما هي لا مسائل شكلية، مسائل جوهرية تتعلق بتسيير الدولة والمؤسسات والديمقراطية والدستور وغيرها من الأمور، وتعني مشاركة جميع الأطراف في اللعبة السياسية وتحريك دفة السياسة داخل البلد، وفتح آفاق هذا اللي قالوا التناوب السلمي إلى السلطة، ومشاركة الموريتانيين كاملين بفاعلية في هذا، وكلها يجبر حظوظ والمساواة. إذا هذا هو المريود من الحوار. هي الرزنة. إذا هذه المريود من الحوار. وبالتالي ما هي إلا مسألة سياسية. هاي اللي هي تقبل حل أزمة ما هي اللي تقبل منها مدى استفادة معينة وتنتهى. لا هذا هو. وبالتالي الرجاج أمام وضعية ذنبتها يجب أن نسيرها تسيير جيد، تسيير محكم، وعود مسيطر فيها على جميع الأوراق وجميع الملفات. نعم. اليوم هذا 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 مولاي محمد الأغلف عنده ثلاثة أطراف لا يتعامل معها في هذا الحوار، طرف المعاهدة وطرف المنتدى وطرفه هو الأغلبية. وهي الأطراف يجب أنها جميع الخطوات تعود داخلتها بالتساوي وفي نفس الوقت، ما فيها واحدة متأخرة عن الأخرى. طيب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يجب أن تعودهم آلية واضحة للناس، ويا الله تعود مفسرة للناس، وكيف تكون هذه الآلية وكيف يكون الحوار. إحنا الرسالة الورقة اللي المقترح اللي مشي مسعود البخير في ذوك عملية تدريجية في الحوار يدخل عبر عملية تدريجية. نعم. بالنسبة لموضوع تعديل الدستور، أعتقد كثيرون أنه هو مربط الفرس في الحراك الحالي الممهد أو التحضيرات للحوار بين قوسين. ورئيس مسعود اعترف على كل حال في تصريحاته بأنه هو الذي طرح مسألة تعديل الدستور، خصوصا ما يتعلق رفع سن
الترشح للرئاسة. وعلى كل حال برأيك هل توجد مبررات يعني موضوعية لتغيير الدستور وتعديله؟ يعني ما سمعناه حتى الآن سواء من طرف المؤيدين للرئيس عزيز ما يتعلق بزيادة أو إضافة أو مسألة مأمورية الرئيس مرة ثانية أو فتح الطريق لمزيد من الفترات الرئاسية للرئيس، أو ما طرح حتى في بعض قادة المعارضة لبعض قادة المعارضة من رفع سن الترشح مع أن ذلك يخدمهم في الترشح مستقبل الرئاسة. لا نرى مصلحة موريتانيا في هذا، هذه مصالح حزبية أو شخصية سواء لرئيس أو لقادة أحزاب معارضة. أين مصلحة موريتانيا شوف في تعديل شوف الدستور؟ احنا عندنا معضلة ولا مشكلة عندها حل جانبي. نعم. الجانب الأول على أن الدستور مهم لاحترام والمصداقيته، انه يكون في نوع من التقديس والتراكم والثبات وهالشيء، هذا مهم. يا غير مهم اللي الدستور مدى يعود المدى لها، هي معناها يلبي طموحاته ويلبي تطلعاته ويلبي حاجاته ويسير مرحلته ويسير تناقضاتها، هذا هو أهمية الدستور. احنا ما عندنا دستور، عندنا دستور قابلين شي منه مشور امريكا وشي منه مشور الجزائر وشي منه مشور فرنسا، وقابلين دستور عبارة عن تجارب مئات السنين المدخرة وشعوب أخرى وإيديولوجيات أخرى وفكر أخر وتصور أخر وصح وخطأ المدخرة. برأيك ما الذي نحتاجه؟ معناه أن بصفة عامة يفهموا أن الدستور اللي نحن الدستور يلا نعدلوه اللام من أوضاعنا نحن. هاي المسألة. المسألة الثانية رفع سقف السن. ما هو مهم من يعود، ما هو مهم عند الموريتاني، ومن يعود ما فهم طبقة ما زالت فاعلة سياسيا وما زالت قوية قاعدة تشارك في المشهد السياسي. هذا انطرح في ضوء روايتين مسألتين واضحات. المسألة الأولى علينا خلقت انتخابات رئاسية تم إقصاء منها رواجيج وتم ظلمهم لأنهم ما تلاقوا قدروا يترشحوا مرة ثانية. نص على الدستور ليس في ذلك. يا غير الجهات اللي نظمت انتخابات بصفة غير توافقية وبصفة أقصات منها شيء من الناس، هاي المسألة الأولى. رفضوا المشاركة فيها ليس ما رفضوا المشاركة لأن لا لأن الشروط كانت عبارة عن تشريع نجاح راشد، كان معروف أنه ناجح مسبقا، وبالتالي ما كان المشاركة فيها عندها أي قيمة من ناحية سياسية لأي حد أسوأ وشنو، إلا أنه يصنف بالناس اللي ترشحت ونقال أنها ترشحت لأنها أخذت شيء تحت الطاولة، هذا ما هو شيعة، لأنها ما كان فيها حد أبدا، وكانت الناس كاملة الانتخابات تعود نزيهة تعود الناس كاملة ما تعرف من اللي ينجح. إذن تعود هاي الحظوظ ما زال بعيدة عن واقعنا. إحنا الانتخابات اللي قبل هاي اللي فيها سيدي أحمد دادا ما كان حد يعرف يوم اللي ينجح، هذا نتيجة لظرفية سياسية خاصة. لا نتيجة للناس. على كل حال كان المال العام وكان التدخل الإدارة موجودا فيها على كل حال بدرجة أقل لو بأقل. على كل حال إذن هاي المسألة اليوم تعديل الدستور إحنا ما مطلب عندنا، إحنا مطلب عندنا تلبية وضعية معينة للشريحة من الموريتاني وجزء كبير من الموريتاني قد يشارك فيه، واليوم هذا المطلب اللي هو لكن طرح قضية المقايضة، هذه هي الخطورة. ما قضية طرح المقايضة ما بدل طرح نحل مقايضة. مشكلة لبعض قادة المعارضة ندخل بلدنا في شوف أزمة شوف سياسية. شوف ما في مقايضة. شوف مسألة المأموريات، الدستور هذا الدستور الموريتاني من الدساتير المحكمة، مقفول في ثلاث روايات، محصن في ثلاث روايات. مواد الرواية الأولى على أن الدستور ما كان صريح بأن الرئيس ما يلا يترشح لا ما يلا يترشح فوق مرتين، معناه يكون صريحا، معناه حتى لأن عبد العزيز راكي لامش ورجع هل من درى يكان يقدر يترشح ولا ما يقدر يترشح، لأن الدستور ما قال لا ما وضح. هذه قضية عادية، هذه ليست هذه يمكن يختلف حولها وبالتالي المجلس الدستوري عنده فيها رأي والمشهد السياسي عنده فيها رأي والطبقة السياسية عندها فيها رأي، تقول لأن الدستور قال وتوف مرتين وتوف حياتك كاملة ما فرض عليك ترجع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لأن الدستور ونفسه قال لا، والدستور احيانا يسكت عن قضايا وهذا عادي لا توجد، انما القضيه الواضحه والتي لا محل لا خلاف فيها هي ان الدستور حدد مده رئيس الجمهوريه بسنتين غير بماموريتين غير قابله يعني لا ماموريتين ما يقدر يعطي ماموريه يا غير منين قال هذا بشكل متتالي يعني غير منين قال هذا قال ان هذه الماده اللي هي ماده قد تخضع للتعديل. نعم هاي واحدة. وقال ان الرئيس نفسه وحلف الرئيس نفسه بانه ما يقدر، وبالتالي هو الدستور نفسه انقفل مادة داخل الدستور ما دامت هاي مادة قد تنعرض هو انقفل
قفلوا توف ما قفلوا الدستور، لكن اي الخشيه من طرح مناوره جديده على تحت اي بند وتحت اي شعار من اجل تعديل الدستور، هذه مشكله عنده حمايه وجدت في كثير من الدول. احنا في موريتانيا، احنا في موريتانيا قال لكم فسنا مؤمريتين في الاحرى ثلاثه الا مؤمريتين قال لكم فسنا بين اللي معناها ان تداول السلمي على السلطه، معناها ان مؤمريتين قاعد اكثر علينا في الاحرى ثلاثه. هذا ما مطروح للطبقة السياسية، ولا مطروح للمجتمع، ولا مطروح لحدس وهمه. ولكن التسريبات التي تحدثت تقول إن هذه هي المقايضة، هذه هي المقايضة القادمة، لا لا هو الخوف. لا لا هو ما هي المقايضة؟ المقايضة واللي احنا خايفين منها واللي يا الله توف الناس كاملة ضدها، هو هذا اللي ينقال له عملية مسألة نظام تغيير النظام. لا لا مسألة ما هو تغيير النظام، مسألة محمد بن عبد العزيز يمشي ويرشح خليفة. هذه هي هذه هي المسألة اللي مخوف منها، ما مخوف من الدستور، وهذه هي المسألة اللي الله توقف الناس ضدها. برأيك هذه هي الطريقة؟ هذه هي الطريقة الوحيدة اللي لا يستمر بها نفس النظام ويستمر وجوده ويستمر تسييره للسلطة، خاصة أن فم بيادق جاهزة ويقدر يتم تسييرها من الحال. نعم، رئيس مسعود طرح أيضا من القضايا التي طرحها موضوع تغول السلطة التنفيذية وموضوع الإصلاحات الدستورية المطلوبة. هل ترى أن هذا الحديث عن تغول السلطة التنفيذية هو حديث عادي يتعلق بصلاحيات الرئيس العادة الكبيرة، أم يتعلق بتعديل الدستور نفسه؟ يعني الرئيس مسعود لديه رؤية بأن هناك ضرورة لتغيير نمط النظام السياسي مثلا من رئاسي إلى برلماني وغيرها من شوف هو السبب اللي قال لك الناس دول مؤسسات، لأنه فهم فصل السلطات وفهم كل مؤسسة تتحرك وفق اشتراطات وفق ترتيبات قانونية واضحة، ولذلك فهم فصل واضح للسلطات وكل سلطة تتصرف بطريقة معينة، وفهم هاي السلطة ما هي في يد طرف واحد، فهم مجموعة من السلطات، هاي السلطة اللي خلق نوع من التوازن داخل الدولة وداخل الدولة نفسها وداخل تسيير الدولة. نعم، وهذه تراكمية موجودة في النظام الديمقراطي. هذه هي اللي كثير من الدول. هذه موجودة في النظام الديمقراطي في كثير من الدول. وهذه هي اللي نروحنا به، اللي هي اللي تخلق تعود فهم دولة مؤسسات، وعود فهم هذا المواطن اللي هو متساوي أمام هذه المؤسسات اللي هي وهي الدولة، والنفاذ الخدمات العمومية والحظوظ أمام الفرص اللي تتيح الدولة وتتيح التنافس. هذا هو المطلوب. احنا اللي ندوره ما ندوره على المؤسسات يحل بلها شخص محل المؤسسات، ولا ندوره شخص يحل محل القوانين، ولا ندوره الناس تعمل بالأوامر، ولا ندوره القضاء يعمل بالأوامر، ولا ندوره أعوان القضاء يعملوا بالأوامر، ولا ندوره المؤسسات اللي التمويلية تعمل بالأوامر، ولا ندوره الفرص أمام الناس تنعطى هذا هو المطروح. وما دام هذا خالق معناه أن الدولة ما خلقت، ومعناه أن الولاء للدولة ما خلق. هي الدولة ما خلق شيء تطرح لي هيداك تقول الدولة خالق مجموعة من المؤسسات ومجموعة من النظم ومجموعة من القوانين ومجموعة من التشريعات. سمعت هذه تضمن للناس لأنها كلها يشبر حظوظه وفرصه بالطريقة اللي قاعد يشبرها بيها. منين يعود هذا موجود؟ معناه أنك عندك دولة، عندك منافسة حرة، وعندك عندك ذكوة رواية تبقيها وتبقي تحميها وتبقي تطمح لأنك منين يعود ما هو عندك؟ عندك ولاء وتوف ذاك اللي متحكم في اللعبة دي، اللي حاك ماسك الخيوط فيده وهو اللي يوزعها ويعطيها بالطريقة اللي يبقي، ولا عنده حسيب ولا عنده. هذه هي المشكلة المطروحة اليوم. احنا هم موريتاني ما أسسنا دولة ولا فتنا عدلنا دولة بهذا المفهوم اللي هو عدلنا اللي قالوا المخزن السلطة اللي فيد رقاش واحد، هذا من يوم تشات موريتانيا جاي له، ولا عدلنا أبدا أي نوع من الولاء. وهل يمكن تغيير مثل هذه القضية المعقدة والتي استمرت مدة طويلة، هل يمكن تغييرها بهكذا قرار وهكذا تعديل دستوري هو ما هو قرار هو المهم لنحن اللي نطمحوا له في هذا تعديل الدستور أن نبنوا لبينة، نطرحوا لبينة واحدة وفي 10 سنوات هذا ما يقدر يتحول في 100 سنة للدول فرنسا وأمريكا. أنتم لا تخلصوا الدول الثانية ويمكن تعودوا كيف يا غير طرحوا أنتم لبينة واحدة ويجي جيل ثاني ويطرح لبين أخرى. نعم، سيد محمد أحمد البكر كاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم على المشاركة في هذه الحلقة، انتهى وقتي. مشاهدينا الكرام، نقول لكم تحيات فريق البرنامج وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.